هل نأثم على التصويت على استفتاءات المشاريع عامة كالمدارس ومعونات السكن ونأثم عليها إثم المكس برفع الطرح سؤال نظام الضرائب غربي وليس إسلامي؟ يا ولدي يبدو أنك حديث عهد يعني بهذه البلاد وبهذه المجتمعات. اختلاط المصالح والمفاسد في هذه البلاد مما لا يخفى على أحد، ازدحام المنافع والمضار مما لا يخفى على أحد. نعم يؤخذ جزء من مالك ضريبة وقد يدعم بها عدوان، أن تأخذ القسط الأكبر وتدعم به الخير وتدعم به الحق، فالكون قائم على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. ففي الجملة ما يكسبه المأزومون في المشرق من دعمنا لهم لا شك أنه أظهر وأرجح وأبين وأنفع. اجعل نيتك دائما أن تكون وكيلا عن المظلوم في تخفيف المظلمة الواقعة عليه، وكيلا عن المأزوم في تخفيف المحنة التي أصابته ونزلت به، وألا تكون وكيلا للظالم ولا مشايعا له على إثم أو باطل أو عدوان. احرص على هذه النية الصالحة دواما وابتداء في كل ما تأتي وفي كل ما تذر، لأنه لا ينفك عمل من أعمالنا من قدر من المضار التي قد تلحق بعض إخواننا بوجه أو بآخر، لكن في المقابل نحق لهم كما من المنافع أكبر وكما من المصالح أعظم. والشريعة قامت على تحقيق أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. سأل الله لي ولك التوفيق يا ولدي والسداد والرشاد.